إلى جنة الخلد وإلى الخلد يا شجعان، بيذكركم التاريخ في بيض صفحاته، مكفين وموفين يعداكم النقصان، وكل على موقف تشهد سجلاته، بيفقدكم العزم بيفقدكم الميدان، ويفخر بكم موطن الفاخر بوقفاته، لو الله ما ننساكم ولا يمكن النسيان، تعيشون في روح المواطن دعواته. عبر طريق حتى عمان أخذتنا الدروب إلى مصفوت، تلك المدينة التي تنام بهدوء في أحضان الجبال، هذا المكان الذي شهد تاريخ ميلاد قلب جديد ينبض بحب الإمارات، مثل هذه الجبال كان حبه راسخا، وبمساحة هذه السماء كان حبه كبيرا. نشأ بطلنا في هذا البيت الذي يرفرف فيه علم الإمارات، من هذا البيت خرج مودعا أهله الشهيد عبد الله سعيد شيخان الكلباني. لحظات وداعه كانت مزيجا من الفخر والألم، إنه بلا شك ألم الفراق. والله شيء نقول لك الفراق صعب، بس ما 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 فراقه شرف، فراقه واخوانه وربعه اللي كانوا استشهدوا وياه شيء يرفع الراس صراحة، يعني ما انه ولا هو الفراق صعب، الولد والصديق والاخو اللي كان الحمد لله انه مات موتة مشرفة، موتة دفاع عن الوطن وعن العروبة وعن النخوة وعن الشهامة، ورفعوا رؤوسنا كل اللي استشهدوا هنا ومستعدين اخوانه يروحوا بداله. عندي اخوانه عسكريين وقالوا احنا بنروح بداله هناك، بس انتري الاوامر وحاضرين احنا الدفاع عن الوطن بواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، كلنا أولادي ستة ورافعين رؤوسنا فوق. ما زال مرحه وملامح شخصه الهادئ وتفاصيله تسكن غرفته الصغيرة، هذه الأمكنة التي تشتاق إليه. حمل روحه وحبه وذهب مستبشرا بالشهادة ويتمناها، هكذا قال لأصدقائه. خامس أخوة في الأولاد، ولد مستقيم التحق بكلية زايد الثاني العسكرية وتخرج من الكلية برتبة ملازم ثاني، وعمل بالقوات المسلحة بالحرس الأميري والتحق ضمن القوات المسلحة إلى أفغانستان، وراح إلى البحرين مرتين، مرح طيب، أخلاقه ويا أصدقائه وإخوانه طيبة، وأنا ما اللي يعاملني كوالد، أنا كصديق ويا هذا الولد، يعني ولد صغير بالسن لكن أعماله أعمال رجل كبير، ريال مرح وتولع بالعسكرية من يوم صغير، زد اخوانه بي عسكريين، لكن هو كان وايد محب للعسكرية، عنده هواية في الكرة كرة الطائرة، وله هواية في الجري، ومن الناس اللي خذوا جوائز في الجري خاصة في الجري، واشياء كثيرة يعني العاب رياضية له هواية فيها. عبد الله سعيد شيخان الكلباني كان غرسا مباركا لأياد وقلوب أحبت الوطن وجعلت من هذه الكلمة روحا تسري في أجساد الإماراتيين، غرسا كان ينبت رويدا رويدا حاملا العز والفخر،
هو اليوم حصاد باركته الأيام مجدا وسؤددا تنحني له الهامات. هم رجال أبناء رجال صالوا وجالوا في كل الميادين حبا وعشقا للوطن. رحل عبد الله إلى جنات الخلد تاركا اسمه ذكرى عنيدة في صفحات حب الإمارات. عبد الله وإخوانه الشهداء الذين حملوا هذا العلم بين ضلوعهم، وجاء يوم الكرامة والشرف حين صار هذا العلم كفنا شريفا لأجسادهم الطاهرة. وداعا عبد الله، لن تنساك مصفوط، ولن تنساك الإمارات، ولن ننساك ما دمنا حبا لهذا الوطن. مدينة العين، واحات خضراء تحتضن الجمال وتروي الأرض بأفلاج مياهها العذبة. على أطراف هذه المدينة كانت وجهتنا هذه المرة إلى اليحار. استقبلتنا طفولة عذبة تمرح أمام هذا البيت، إنه البيت الذي ولد وتربى فيه شهيدنا الشهيد حمود علي العامري. هذا البطل الذي اختارته الشهادة عريسا زفته الإمارات فخرا وعزا، اختار بمحض إرادته أن يموت رجلا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. عيال يموت شهيد وفرق اللي يموت حادث، إنسان أدى واجب اللي طلبوا عليه، وصل ذي المرحلة الله يرحمه، ونتمنى الله يرحمه موته طيبة وموته الله يرحمه من الشهداء. وذي فخر لنا ولحكومتنا وشيوخنا، فخر للشعب كل الإمارات، وفخر لأهلنا وقبيلتنا بشكل عام. الحمد لله، ذي فخر، ذي مكتوب الله يرحمه ويغفر له. الحمد لله، ذي طريق الحق، وحندي بالعكس ذي فرحة يسميها إن أخونا راح طول عمرك في جهيد سبيل وراح يحارب. الحمد لله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وما بين والد ارتأينا السنوات على ملامح وجهه، وبين صغار ما زالت تلعب الطفولة في عيونهم البريئة، سوف تبقى ذكرى حمود العامري شاهدة على تضحيات رجال مشوا في طريق الحق حبا وكرامة لوطنهم الذي يفخرون به. نحن نفتخر به ان اخونا شهيد، طلبوا مني مهم الشيوخ حاضرين. انا اللي مكلمك كملت 4 شهور، طلبوني اول ناس الحمد لله كملنا 4 شهور ردينا. وديما، هذه الطفله التي حملت حب ابيها في قلبها الصغير، طفله كبرت رغم سنواتها القليله، كبرت حبا وفخرا واعتزازا بوالدها، والدها الذي علمها ودون ان يدري ان حب الوطن زرع اخضر ينمو ويزهر عمرا طويلا في تاريخ البطولات. أقول طول عمرك أهل الشهداء، أبشركم أن عيالكم خير، أبشركم أن أهل الخير في جنة الخلد إن شاء الله. شهيد ما عليه كلام، الإنسان طول عمرك كل شيء مكتوب الله، ذي إنسان كل شهيد يفتخر أنه وأنا ميتين ذي الحرب. هذا رد جميل لشيوخنا حكومتنا، لازم أي مواطن بالدولة لازم يرد أي شيء، نص الدولة ما مقصرة في شيء، اي شيء ودت وفرت لنا المدارس، كنا صغار علمتنا شغلتنا، اي شيء شيوخنا بغينا شيء ما عندهم ما يقصرون، فلازم ترد ثلث الربع النص لدولتنا طول عمر شيوخنا. المجد عنوان لبطولة رجال وضعوا نصب اعينهم ان الحق حق، وان النصر وعد الرجال، والوطن وصيتهم لمن يحمل الرايه بعدهم. الشهيد طال عمرك وصى قبل ما يروح عند الوالده، قال أبغيش تحليني وتبريني في الدنيا والآخرة. طلب منها، قالت لأمي الله يحليك وبريك في الدنيا والآخرة يا ولدي. هذا آخر كلام من عند الوالدة. نار وحديد وصبر ووعيد من الرجال أبناء الرجال، وعيد لقوى الظلم أن تندحر وطلائع المجد أن تنتصر. أبطال هم أهل للشدائد، وعزم يطرق الآفاق مجدا، يعانق الشمس لينير الأرض ومن عليها،
بسيرة سوف يقف التاريخ عندها طويلة. بيت تزينه أعلام الإمارات، بيت تشعر بالدفء في أرجائه، بتلك المحبة التي تجمع ساكنيه، أسرة نهلت الحب والحنان من أم ربت وأعطت زهرة عمرها، هي أم الشهيد هزيم عبيد خلفان آل علي. هزيم الذي رحل عنها وترك لها الذكرى التي سوف تظل تسكن خافقها ما بقيت الروح فيها. هزيم ابنها الهادئ البار الذي كرمها حيا وشهيدا، ابن تعجز الكلمات أن تصفه أو تصف حبه الذي سوف يظل كبيرا رغم الفراق. عاش صغير وعاش يتيم، والحمد لله اشتغل في الجيش من يوم هو صغير إلينا حين الله خذه. ما حد الحمد لله لا من الدوام اشتكوا منه ولا حد ربعه، كلهم يحبونه من صغيرهم لين كبيرهم. هذه العصافير كم أحبها هزيم وجلس معها وحكى لها ألف قصة وقصة عن وطنه الذي أحب. هادئ الطبع كريم الخصال، أحب العسكرية ولم يتوانى عن واجبه. الالتزام سمته التي عرف بها بين زملائه، وكان البحر صديقه الصدوق. هو يحب البحر وايد، أهم شيء عنده هو البحر وعنده دوامه، هذا بس في حياته أكثر شيء، وعياله وأنا. جندي لبى النداء دون تردد، ذهب وفي دواخله الحب الذي كبر معه، الإمارات حبه الأول. يحب الإمارات بلاده، يحبها أمي بلاده. يوم اليوم يوم يوم العلم تلقينه هو مسوي يلس على فوق هناك بيتهم، يركب الإعلام ويركب هذا ويسوي ويسوي بروحه. يحب الإمارات، ليش الإمارات بلادنا وحنا عشنا فيها، وكلم من خيره وكلم من خير زايد الله يرحمه، ما قصروا ولا مخلينا قصيره بعد، ولا نبغى شيء بس نبغى سلامتهم، ويوم هم بخير حن بخير، بس ما نبغى شيء منهم، جزاهم الله خير. اي شيخ بييك انت لين بيتك، الله بييك وين العزاء، ما شيء شيوخ الزمان، شيخ ييك لين بيتك لين مكانك، ما شيء. الحمد لله رب العالمين، شيوخنا غير حن. واشكر بعد قوات المسلحه، اشكرهم من كبيرهم لين صغيرهم، كلهم وياي وقفوا ما خلوني بروحي، كلهم يوني وكلهم يحترموني وكلهم لين الحين وباكر لين الحين لين الحين ما يقصرون. من بين كم من يوم يتصلوا لي، ها امي شو اخبارك شو مسويه، الحمد لله رب العالمين ما قصروا. ودوني الحج الحمد لله بياض ويهم، ما قصروا كلهم، والله يرحم الشهداء يا رب، كلهم يا رب، مو بولدي بس بروحي انا، كلهم الشهداء يوسع عليهم يا رب، ويبرد عليهم وينور عليهم قبرهم يا رب، يا أرحم الراحمين، مثل ما أحب ولدي أنا أحب عيال الناس بقى. أم الشهيد هذا اللقب الذي أهداه لها ابنها بشهادة العز والفخر بمنزلة الشرف والكرامة، طبع على جبينها المجد وترك لها إرثاً تفخر به كل أم. أكثر الحمد لله العالم كله تعرفني الحين، الصغير يحبني من يشوفني، والله الصغير أم الشهيد أم الشهيد يحبوني، صغارية صغار صغار بعدهم ويحبوني، الحريم يحبوني، الرجال يحبوني، من يعرفني كان أنا؟ ما حد يعرفني، الحين العالم كله تعرفني الحمد لله، فضل منها فضل الله وفضله هو. أم الشهيد ستبقى تذكر وليدها، ولكنها سوف تبقى أيضاً تحمل هذا الشرف، تزهو ببطولة فلدة كبدها، هي أم البطل، أم الأجيال التي تفاخر بها الإمارات. مثل عيالي، مثل أنا ما أحب ولدي أحبهم، وهم خدموا بلادهم
ورفعوا راس بلادهم الحمد لله، ورفعوا راس شيوخنا، بس من غير هالشكل ما نبغى شيء من الدنيا. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. أم زرعت الوطن في حنايا صغارها الذين أصبحوا رجالاً، صالوا وجالوا على خط النار، ضربوا الأرض بأرجلهم قوة وجلداً، هزموا الخوف وأعطوا للعالم مثلاً يحتذى به في نصرة الحق وصاحبه. رجال زادتهم الشهادة شرفاً وفخراً ومجداً، شهدت لهم السماء والأرض. أبطال تلثروا بعلم بلادهم في مشهد مهيب، مشهد لن تنساه قلوب الإماراتيين، مشهد لن ينساه التاريخ. الشهداء معاريسنا أحياء عند الله، كم يسوى أن الشهيد لا يسأل، مكان الجنة. بهذه الكلمات بدأ حديثه معنا. إنه عيسى أخو الشهيد علي حسين حسن طاهر البلوشي. هذه العبارات برهنت أن الشهادة لأبناء هذا البلد حلما، ابنا برا لهذا الأب الذي رعاه طفلا وحمل شرف استشهاده بطلا. علي هذا الرجل الخلوق الذي عشق الرياضة وحقق فيها الكثير من الإنجازات. في الفترة اللي كان يدرس فيها ووصل المرحلة الإعدادية، هني فكر أنه ينضم في الرياضة في نادي الوصل في ألعاب القوة، وكان يحرز بطولات في الدولة في العموم والفردي، فمن الرياضيين الدرجة الأولى كان علي. كم أحب أسرته، وكان هو الأخ الحنون والإنسان الذي يرعى بحنانه الصغير والكبير. كان محبا للناس، محبا لأسرته. كان يجمعنا دائما عشان الكل يستانس، إن كان داخل البيت ولا في الرحلات ولا في أي مكان ثاني، حتى في الأفراح إذا شاف فلان مو موجود روح يتصل توين إحنا متجمعين ليش ما جيت، فيجمعنا واحد واحد من الناس اللي يحب اللمة الله يرحمه. حمل علي حب وطنه بين أضلعه، وذهب بشجاعته وبسالته ليفدي تراب وطنه. علي كان رقما صعبا بين زملائه. يونا جماعة من نفس مقر عمله، وكانوا يقولون أن أخوكم نحن ما كنا نذكر باسمه في أثناء الدوام، يعني كانوا يذكرون الرجل الصعب. ما شاء الله عليه كان شجاع يعني في عمله وحتى في فريقنا، يعني ما حد يذكره علي، دائما يذكرون الصعب. الله يرحمه كان رياضي وكان يعني شجاع. الله يتقبل شهيد ان شاء الله. العسكرية كانت اختياره في الحياة، اختار البطولة ومهمة الرجال، لم يتردد لحظة واحدة في خدمة وطنه. الشهيد علي انضم للقوات المسلحة في سنة 98. انضمام القوات المسلحة حبا للعسكرية وللوطن ولهالأرض. فاليوم انضمامك للعسكرية هذا شرف كبير لكل إنسان، فدائما شهيد كان يحب أنه يشارك في جميع المهمات اللي يطلعون فيها قواتنا. فحتى في المهمة الأخيرة، مهمة إعادة الأمل في اليمن، هو قال لهم أنا عندي استعداد أن أسير.
وطبعا كلنا نتمنى ان نسير، لكن هو تقدمنا وراح واستشهد، ونعتبره بطل وفخر للجميع، والوطن يستحق اكثر التضحيات. خبر الكرامة والشرف، خبر الشهادة، ذلك الوسام الذي سوف تحمله أسرته بكل فخر وعز. تلقيت الخبر بحزن ولكن في نفس الوقت فخر. قمت بدوري أخبر أجيب الناس الكبار، طبعاً اللي هو خالي جبته وعمي، وصرنا اتجاه الوالد وخبرناه بالأمر اللي صار، وقلنا له هذا أمر الله ولازم نحن نفتخر فيه، لأنه دفاعا عن الوطن، عن الحق والعدالة. هؤلاء هم بواسل الإمارات وأسود الوغى إذا حمي الوطيس، هامات من شرف وفخار وأسماء من نور تجاور الشمس في عليائها. إن شاء الله متى يدورنا نحن ونكون نفس الشيء، مشروع شهيد. رأس الخيمة، مدينة التاريخ وأرض جلفار، سطرت عبر الأزمنة تاريخا لا ينسى من البسالة، وأنجبت رجالا جعلوا الوطن ديدنا لحياتهم. ونحن نعبر الطريق السريع إلى رأس الخيمة، تنفسنا شموخ الوطن وطيب البطولة، وعنوانا أخذنا إلى بيت تباركت أركانه بمولد خالد محمد الشحي شهيد الوطن. هذا الإنسان الذي استوقفتنا سيرته العطرة وذكرياته التي ملأت أرجاء المكان. والله في كل مكان له ذكرى، مرة يعني روحاتنا طلعاتنا كل مكان، في البر له ذكرى، في البحر له ذكرى، في كل مكان. بيده خط حب الإمارات على رمال الخليج، وبيده أيضا رفع علم بلاده عاليا، وبيده حمل السلاح مستبسلا يدافع عن الحق، بطل شهدته أرض المعركة، أسدا جسورا ومغوارا مقداما. خالد، هذا الاسم سوف يحمل معناه، واسم سيظل خالدا في ذاكرة مريم ومحمد، أبناؤه اللذان لم ينهلا بعد من حب أبيهما، ولكنهما سوف يبقيان يحملان اسمه شرفا وكرامة، عزا وفخرا، عمرا يزهر ربيعا في كل فصول حياتهما. وعبد الله أخاه الذي افتقد صحبته وترك له ميراث الشرف والفخر. والله فخر استشهاد في سبيل الله في خدمة الوطن. كما كان والدا عطوفا، كان ابنا بارا، لم يبخل بحبه على أحد. شخصيته والله وايد كويس، شوي طيب، ودايما يحب أمه وأهله وأخوته وعياله وكله. أحب بلاده واختار طريقه، اختار أن يحمل السلاح ذودا عن بلاده التي وهبت عطايا بلا حدود. طلع من نفسه روحه وسجل في القوات المسلحة بروحه يانسه. خبر الشهادة، كلمات ترسم ألم الفراق الغالي على لوحة الشرف والعز. يونا القوات المسلحة، أفراد من القوات المسلحة على البيت، وبلغونا عن استشهاد أخوي خالد. يعني صدمة جاتنا، ونفس الوقت هو فخر لنا، فخر للدولة. اتصلت فيه الساعة 12 في الليل، سويت له تليفون خبر وسلم بي وكلمته، فقلت له الحين بنسير بنا. والساعة 12 في الليل 12 ونص مكلمت أنا في الليل،
وقال الصبح العصر ياكل خبر، بس ما قال شيء يعني الحمد لله. والله الخبر ان العصر لقى ولدنا، صرنا عند الباب شفنا الشرطة وخبروا، قال خالد والله عشان صرخت سوت وش اسوي الحمد لله رب حبه وخلي الحمد لله. على خط النار رابط جنود الإمارات هؤلاء الرجال الذين دفعوا أرواحهم مهرا غاليا لنصرة الحق. هم أسود المعارك بقلوب لا تعرف الخوف، بواسل لا يهابون عدوا ولا سلاح، الشهادة عندهم حلم، قلوب الأحبة تحملهم في ثناياها صبرا جميلا وفخرا عزيزا يكتب على جبين الأمة. الله بالصبر، الله يصبرهم إن شاء الله، كل من شهيد الله يصبرهم يا رب، الله يصبرهم. ودعتك الإمارات يا خالد، ودعتك رأس الخيمة، تلك الأم التي ما زالت زاخرة بأبطال الإمارات بجنودها البواسل وبأهل العزة والشموخ. سيرتهم سوف تبقى شمسا تشرق في صفحات المجد، حملوا على الأكتاف شرفا ورزقوا الشهادة فخرا. إنهم بواسل الإمارات الذين ملأوا السمع والبصر وكتبوا البطولات نقشا على الحجر. مدينة العين، تلك المدينة التي تحتضن الجمال والعز في واحاتها، زفت هذه المدينة شهداء الوطن في مشهد مهيب. الشهيد سعيد راشد مبارك سعيد النيادي ودع مدينته التي أحبها ورحل في موكب العزة والكرامة. كان طالب مجتهد وحثيناه يدخل كلية الزايد العسكرية والتحق بالقوات المسلحة وتخرج برتبة ملازم وأخذ دورات كثيرة تاهيلية من بعد تخرجه وفي صنف الدروع، وتم اختياره لتدعيم القوة المشاركة في حرب اليمن. سعيد للـ24 عاماً كان محباً لأسرته، طيب المعشر، كريم الخصال، لم يتوانى في خدمة وطنه، التحق بالعسكرية وحب الوطن يسكن في كل جوارحه. طلبت منه أن يطبق جميع يعني التعليمات والتدريب اللي تدربه ومبادئ التدريب اللي أخذها في السلم يطبقها في أرض المعركة، وكنت أتصل بها تلفون وأكد على ذلك دائما بالانتشار وأخذ الحيطة والحذر والانتباه، وهذا الكلام يعني دائما أنا وياه أتكلم فيه. سعيد قدم روحه في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه، بل وخلد اسمه بأحرف من نور في التاريخ ضمن أبطال الإمارات والأمة العربية. أول شيء ما حد ما يتمنى الشهادة، خاص يوم تكون مطلوب من قوات مسلحة تدافع عن وطن يحتاج المساعدة، والشهادة طال عمرك فخر أول شيء وسام للشهيد وهلا ويشبع الهلا بعد، والشهادة طال عمرك عز. وسيد الله يرحمه لبى النداء ونفذ الأوامر وتعلم الوالد واخذ الأوامر. سعيد استبشر بالشهادة بل وتمناها مقداما همام، بطلا تدثر بالنور والعزة، رحل من العين جنديا وعاد إليها بطلا حملته القلوب قبل الأكتاف
فخرا ومجدا. هو رجل خاض غمار الحرب مستبسلا جسورا، هو ورفاقه الذين رفعوا هامات المجد عاليا ورفعوا علم الإمارات خافقا في السماء. دائما الرجال تفتخر بأفعال رجالها، انزين اي فريق يعمل او ينجح او يفوز انت ترتاح وتنبسط، ولكن جنودنا في ارض المعركه نعم نفتخر بافعالهم وبنجاحاتهم وبانتصاراتهم، ولكن الاقدار هاي ربنا يسوقها، ويعني والناس تتعظ من اللي صار، والحمد لله رب العالمين. هم افعالهم طيبه وأفعالهم شجعت الشباب على أنهم يشتركون في المعارك وفي أي مطلب يطلب منهم. في بيت يزخر بذكريات الوطن ويخلد التاريخ، في متحف صغير بحجمه ولكنه كبير بذلك المعنى في حب الوطن وتفاصيله. في هذا البيت نشأ وتربى الشهيد راشد محمد مطر هزيم المسافري الخاطري، هذا الرجل الذي كان ابنا برا بوالديه كما كان برا بوطنه. أخ كان بار بوالديه، ترى أرى في كنف والدي وعمتي، كان مطيع، كان مصلي، حاله حال أي واحد من البدو عنده حلال، كان يحب الأطفال ويحب يساعد الفقراء. مطر الأخ الأكبر للشهيد راشد حمل لنا علم وطنه الذي دثر جسد أخيه الطاهر، والفخر يملأ كلماته، وتلك الذكريات ما زالت حاضرة أمامه. ذكريات أخوي راشد طيب الله تراه، يمكن أن يجيب سيارات القديمة للمتحف يعني مراس خيمة وبرد، وذكرياتنا يوم عند الإبل وعند الماشية الله يرحمه، كان حال حال أي بدو يعني مراعاة إبل وماشية، وكنا نتغدى آخر يعني آخر رحلة لليمن طيب الله ترى، طلعنا برا وياه قال لي ترى أخوي يمكن أنا ما أرد، فأنا كان إحساس غريب حتى هو يتكلم، حتى من نظراتي لوجهه ما أدري كيف يعني إحساس أني بفارقه ما راح الله طيب الله ترى. من هذه الأسرة العسكرية التي عاشقت خدمة الوطن خرج راشد بكل حب وتفان ليلبي نداء بلاده. انضم اخوي راشد في ميدان رجال في القوات المسلحه كشرف وواجب مقدس، وهي اشرف مهنه على الوجود، الا هي البدله العسكريه والقوات المسلحه. فاخي كان شجاع، كان شجاع مقدام، كان هو سار اليمن يحب الشهادة. قبل ما يصير اليمن قال أنا أخوي رايح ويمكن ما أرجع. كما هم أهل العزائم والشدائد، كان أهل راشد الذين تلقوا خبر استشهاده بفخر وعزة. توصلت يا أخوي هزيم، كان أمام الشركة أخوي استشهد ديرة وكراشد ويتستشهد، فقلت الحمد لله، لله ما طال، لله ما أخذ، هذا وسام أسطورنا والشهادة كل من يتمنى الشهادة، أحسن أن الإنسان يموت شهيد ولا يموت على فراش، يموت الميادين شجاعة وبطولة، فشهدانا زرعوا في قلوبنا العزيمة والإرادة قوة حب الوطن والقيادة الرشيدة. الشهيد راشد
كتب اسمه بحروف الكرامة والشرف مع بواسل الإمارات الذين دكوا معاقل العدو ببسالة وشهامة ورجولة شهدت لهم بها ميادين الوغى. هم رجال وعدوا وأوفوا، وسوف يبقون ذلك الضياء الذي يسطر تاريخ الإمارات في صفحات المجد والعزة. إلى رأس الخيمة أخذنا الطريق في رحلة قصدنا فيها بيت الشهيد فاهم سعيد المونة الحبسي. ذلك الإنسان الذي حمل في دواخله قلبا كبيرا وكان إنسانا كريما خلوقا، رغم أنه الثالث بين إخوته ولكنه كان بمثابة الأب الذي كان يرعى الصغير والكبير. أخونا فاهم هذا سبحان الله هو أخونا وهو أبونا، يعني كيف هذا بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه تقريبا من 10 سنوات كان فاهم يقيم مع الوالد في نفس البيت في ملحق صغير، وبعد انتقال الوالد رحمة الله عليه بقي هذا الأخو في نفس المجلس اللي كان دائما الوالد فيه يترددون عليه أصحاب الوالد واللي كانوا من جيرانه وزملاته يجونه، فكان الأخونا هذا يحيي هذا المجلس. تحدث عنه إخوته وكأنهم ينظمون قصيدة تحمل أجمل المعاني لإنسان حاضر بذكراه العطرة رغم غيابه. الشهيد الله يرحمه كانت شخصيته يعني شخص محترم وطيب الأخلاق، نتعامل مع أصحابه وزملائه سواء كان في المنطقة أو من ناحية العمل، يعني هذا من ناحية شخصيته، وإنسان هادي الأطباع متفهم الأمور صبور يحب الخير مقدام للخير، يحب يصلح بين الاثنين يرضى الطرفين، وما يحب ان الناس تتفرق، يحب ان الناس تكون الايد واحدة سواء كان من العائلة او من الاصدقاء. يعني كريم سخي متواصل يصل الارحام دائما يتكلم يعني كلام ما يجرح، وكان يحب الخير يحب الهوايات يعني ان يمارس حياته مع الناس كرجل كبير، كانت يعني افكاره عالية سبحان الله. عشق تاريخ بلاده وتعلقت روحه بسمائها وجبالها. طال عمرك إنسان دائما يحب أن يروح الرحلات إلى مناطق الجبلية، حيث أنه من سكان أهل الجبال يعني وقبيلته قبيلة جبلية، ودائما بيتراود على المساكن الأثرية اللي هي خاصة في والده وجده وقبيلته، ودائما بيزورها بالصيف أو في الشتاء وأكثر في الشتاء. كما كان أخا حنونا كان أيضا صديقا صدوقا، فاهم وخالد رفيق الدرب في حب الوطن وفي الشهادة. خالد ابنه الأكبر الذي اختار له هذا الاسم تيمنا بصديقه. أبو خالد أخونا فاهم الحبسي احنا نسميه أبو خالد، ولده اسمه خالد، سماه على اسم زميله اللي استشهد معاه في نفس اليوم. كانت حياتهم واحدة، لقائهم واحد، زياراتهم سفراتهم سبحان الله وحدي يعني، فلما جاء المولود سمى خالد الاسم صاحبه، فسبحان الله اخونا ابو خالد هذا يعني. الامارات اسم حفر في قلب فاهم، هذا الرجل الذي تنسم عطر الشهاده ووضع اسمه في قائمه الشرف، حب الوطن هو وعده الذي اوفى به. كان دائما حب العسكريه في قلبه، يحب انه يدخل في العسكريه، فالتحق بالقوات المسلحة وكان ذاك الوقت في الحرس الأميري في رأس الخيمة، كان رحمة الله عليه الشيخ صقر كان في حرس أميري هنا كتيبة، فراح يسجل في هذا المكان، نقلوه للحرس الأميري الرئيسي اللي في الدولة، وتعين في هذا المعسكر وظل فيه فترة تقريبا 3 أو 4 سنوات، بعدين انتقل إلى حرس الرئاسة في أبوظبي، وظل في أبوظبي اللي هو في المعسكر يتردد على دورات مهام خارج الدولة، شارك في مهامات كثيرة خارج البلد، شارك في كوسوفو،
كذلك يعني في أفغانستان، وكذلك يعني أمور وتكليفات ثانية من ضمن المعسكر نحن في القوات المسلحة إحنا ما نطلع عليه ولا نعرفه، لكن هو ما شاء الله دائما في دورات خارج البلد. عزة وكرامة نسجت في ألوان هذا العلم الذي تدثر به فاهم شهيدا بطلا، ودع أهله باسما وكأنه يعرف أنه سينال شرف الشهادة. أخونا سبحان الله يعني كثر المهام اللي خارج البلد، احنا كنا نتوقع زمان أن يكون هذا الشيء يصاب فيه، يعني شارك في أفغانستان وشارك في صربيا وشارك في مهام ثانية، ولكن لما صار نصيبه أن يكون مع المجموعة في اليمن هذا شرف لنا وشرف للدول وشرف للأمة الإسلامية كلها. كانت هناك يعني كوكبة مكونة من ضابط مقدم ومع مجموعة من الضباط والعناصر من القوات المسلحة وصلونا لحد بيتنا ونقلونا الخبر، وكان الخبر بدل ما يكون محزن بالعكس كان مفرح جدا، وكنا الحمد لله. هذا فضل الله يؤتي من يشاء، هذه كرامة من الله وعزة من الله لنا ولأخونا ولبلدنا. كما زرع هذا الوطن الحب في قلب فاهم الحبسي، زرعه في قلوب إخوته هذا النبت الصالح في قلوب الرجال. وإحنا مستعدين بالغالي والرخيص، إحنا هذا يعني ما بشيء مقابل إحنا نقدمه، بالعكس هذا الشيء أقل من الشيء المفروض إحنا نقدمه، أنك أنت تكون على يد وحدة وتكون على كلمة وحدة وتكون على رأي وحدة ورأي واحد وكلمة وحدة مع رئيسك ومع الشيخ مع خشوفنا وقادتنا، هذا الشيء لابد يكون على كل مواطن في هذا البلد. فرسان ركبوا صهوة الموت بشجاعة، عرفهم الميدان بواسل بشهامة، رفعوا العزة مجدا يعانق السماء والغمامة. هؤلاء هم أبناء زايد، ريح صرصر على العدو، فهم جنود الحق والكرامة. محمد سعيد الشحي، هذا الشاب الذي فقد ابن عمه وصديقه. الشهيد أحمد محمد علي الشحي، شاب ذو حضور مؤثر، رحل ولكن ذكراه لم ترحل. طبعا حضور أحمد لدى العائلة، حضور الشهيد أحمد بن يديد لدى العائلة حضور قوي، حضور مؤثر. وجوده كان وجود لسان قائد بالعائلة، مؤثر قوي، كلمته مسموعة، أبنائه يحبونه، شخصية قوية لدى المجتمع والمحيط اللي عايش فيه. الشهيد أحمد كان شابا ملتزما يحب عمله ويتفانى فيه، يحترم عمله بكل، يعمل عمله بكل إخلاص وكل مودة. عاش الشهيد أحمد يتيما، ولكنه رغم ذلك كان رجلا تحمل المسؤولية وضرب مثلا يحتذى به بالاستقامة والنزاهة. ربته أمه على مكارم الأخلاق، فكان حسن السيرة طيب المعشر. الشهيد أحمد بن يديد عاش يتيم، توفى أبوه بعمر 4 سنوات، فربته أمه خالته الله يحفظها، فتعتبر بالنسبة لأحمد هي الأب وهي الأم وهي الأخت وهي كل حاجة في حياته. حينما تلقت خالتي خبر استشهاده تلقته كالجبل، صبرت، يعني تخيلي ربيت ابن من 4 سنوات واهتمت فيه وكان متعلق فيه متعلقة فيه جدا، وهو كذلك متعلق فيها، ولكن حينما تفقد ابنها واللي هو اللي يعتبر سند البيت وعونه، فتلقت الخبر بكل صبر وكل ثبات. الشهادة ذلك الوسام الذي سوف تحمله أسرة الشهيد أحمد الشحي هي العزاء والسلوى لفقده الغالي. عزانا أن الشهيد عند رب حي، وأن ابننا استشهد دفاعا عن الدين ودفاعا عن الوطن وتلبية لأوامر القيادة الرشيدة، تلقينا كذلك بكل فخر وكل عزة وكل كرامة أن
دخل في العائلة مسمى أن هذه العائلة لديها شهيد. الذكريات بلسم يشفي جرح الفراق. أحمد عايش حياة اجتماعية متكاملة، يملك عزبة للبوش ويربي أبناءه على المحافظة على التراث القديم، عبد الله وذياب. بعد من يرجع من المهام الخارجية طبعاً عبد الله وذياب معه على طول، معلمهم أن الاهتمام بالحياة اللي كانوا عايشينها الآباء والأجداد والمحافظة عليها. كذلك عنده هواية أخرى اللي هي المغامرات الجبلية، كان يحب يغامر وينتقل من منطقة إلى منطقة. في الأيام الإجازات كنا نسير معاه. أحمد من هواياته دخول إلى البحر للصيد، يملك أحمد كذلك قارب. حياة مجتمعية متكاملة، شاب مثل كل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعبر السنين وتمضي ويبقى شرف الشهادة، ذلك البريق الذي لا تزيده السنين إلا ألقا وجمالا، شرف سوف تحمله أجيال الإمارات. نحن الرسالة اللي نوجهها لأبناء أحمد، أبناء الشهيد أحمد رحمة الله عليه، أن أبوكم عاش رجل ذو مواقف وذو مبادئ وذو قيم في حياته، عاش رجل بموقف كريم وموقف إنسان شهم وبطل، واستشهد أبوكم بطل دفاعاً عن دينه ودفاعاً عن وطنه وتلبية لأوامر قيادته الرشيدة. فيكفيكم فخر ويكفيكم عزة وتكفيكم كرامة أن أبوكم من هذا النموذج في الحياة، فلكم الفخر والنيشان يتعلق على صدور أبناء أحمد أن أبوهم هذا نموذج فيحتذى فيه في الحياة. الشهيد أحمد الشحي رجل كانت حياته شرفاً وإنجاز، وكانت له حسن الخاتمة فخراً وكرامة. هو بطل أقسم بحب الوطن، وكان استشهاده جواب قسمه الغالي، قسم الأبطال. الرجال الذين ذهبوا للشهادة والبأس والعزم يملأ قلوبهم الجسورة. رقيق القلب، بشوش الوجه، تحمل المسؤولية منذ صغره، إنه الشهيد جمعة جوهر جمعة الحمادي. هذا الشاب الخلوق أحب والدته، بر بها، وكان سندها في الحياة. لأن تعرف الحياة شوي كانت قاسية، وكنت أنا تعرف أخذ شؤون، هم يحتاجون مدارس، قال أنا بشتغل، يعني حتى اشتغلت أنا ولد 18 سنة، قال ما كمل، بس كان أول ثانوي ما كملها، وصار اشتغل قال عشان أساعدك يحتاجون أشياء وايدة. كما كان ابنا بارا كان أخا عطوفا، أخته التي كانت ترعاه صغيرا رغم فراقه، ولكنه حاضر بروحه وذكرياته التي لن يتمكن الزمن منها مهما حدث. مع أخي الصغير أنزين، وكنا أكثر من إخوان، كنا أصدقاء، كنا يعني أكثر يعني من علاقة أخوة. كان طيب حنون مطيع هادي رقيق خجول، يعني هاي صفاتي كلها، ومتعاون محب. التحق بالعسكرية حبا وتعلقا، شد الرحال إلى الميدان والرضا يعلو قسمات وجهه، لأن خواله كلهم هناك وحبها كلهم، يعني في أسماء حتى قال حق خاله قدم لي، قال أوكي من شيء يعني سبحان الله، ما قال شيء بس كان يطمن علينا ايش أخباركم شو مسوين، يعني تكلم عادي مو بكنا يعني بيستوي شيء وشيات، بس بعد سكرته وبعد رد مرة ثانية اتصل بس يطمن، يعني ما في شيء سبحان الله.
بعد في ناس يحسون يقولوا كلمات له بس. خبر الشهادة كان شرفاً، وكان العزاء ذلك الحب الدافئ الذي حظيت به الأسرة. الحمد لله ما قصروا وجزاهم الله ألف خير، حتى الواحد لو بيتكلم مقصر يعني. كثر الله خيرهم، الله يحفظهم لنا ويجعلهم ميزان حسناتهم، يخليهم ذخر حق هالبلاد، لأنه ولدهم وهم ما بيقصرون. جمع الحمادي من جنود الوطن البواسل الذين عانقت جباههم عنان السماء مجدا وبطولة، شهداء العزة لن تنساهم قلوب أمهاتهم، وسيبقون ذلك الفخر الذي يجعل الأيام بردا وسلاما على الفراق. الله يصبر قلوبهم، وهذا الحمد لله رب العالمين. يوم الإنسان رب العالمين يحب الإنسان يستخيره ويبتليه ويشوف مدى صبر هالإنسان، شو مدى صبره هالإنسان، صدق نفس الكلام اللي يقوله ولا كلام غير. يعني شوف في ناس يعني ربك يبتليهم، شوف مدى صبرهم، هالإنسان قد هالصبر ولا لا؟ إذا صبر شكر ربه رب العالمين يغير يبدله شيء أحلى عنها، يمكن خذها جاينهم أحسن شيء. الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحل جمعة مع رفاقه تاركين المجد عنوان، ليقولوا للعالم نحن رجال الإمارات، رغم قوى الظلام سوف نضيء الدنيا بالبطولة والفخر.